السلام عليكم، اهلا بكم في قناه مانو للهاند ميد والكروشيه. النهارده هشرح لكم طريقه عمل فستان للبيبي. الفستان ده طبعا صيفي، انا هشرحه لكم بالتفصيل، بس ما تنسوش اشتركوا معايا في القناه وتفعلوا زر الجرس وتشجعوني بلايك وشير لو عجبك الفيديو عشان اقدر اوصل لعدد ناس اكبر. ودلوقتي هبدا اشرح لكم طريقه عمل فستان للبيبي. ودلوقتي هبدا اشرح لكم طريقه عمل الفستان. مبدئيا كده الفستان ده بدايته بتبقى عبارة عن الكولة المربعة او الصدر المربع. طبعا انا شرحته لكم بالتفصيل علشان كده مش ما بدأتش الشرح بالكولة المربع الكولة المربعة، تمام؟ هسيب لكم لينك الشرح بتاعه في الوصف اسفل الفيديو، تقدري تنفذي الفستان ده لاي مقاس واي سن من الكولة المربعة، هي اللي بتحدد مقاس الفستان، بناء عليه بتكبري الفستان وتصغريه على حسب الكولة اللي انت هشتغليها، وانا شرحت لكم ازاي تكبري وتصغري الكولة المربعة. طيب الادوات بقى اللي هستخدمها، انا بستخدم خيط قطن، هستخدم اللون الابيض واللون الرمادي، تمام، وهستخدم معاه ابرة مقاس 4 ملليمتر، لاني فتلة الفتلة بتاعتي او سمك الفتلة او سمك الخيط عندي متوسط السمك، عشان كده هستخدم ابرة مقاس 4 ملليمتر، تمام، وهستخدم زرارين وابرة تنظيف. هاي دي الادوات اللي هستخدمها. طيب انتي بعد ما بتشتغلي الكولة المربعة، تمام، انا هنا اشتغلت صف تاني فوق السطر اللي انا اشتغلته بزيادة، يعني زيادة عن شرح الكولة المربعة اشتغلت سطر تاني. بتشتغلي المفروض بنشتغل 3 اسطر تاني، فانا مش حابة ان 3 اسطر تبقى المفروض ان احنا نشتغل، يعني عدد الاسطر بعد القفلة او بعد حردة الابد بتبقى حوالي 4 اسطر، انا مش حابة عدد الاسطر تبقى كتيرة، فعشان كده اشتغلت سطرين بس. طيب بعد ما بتشتغلي الكولة المربعة هنبدأ نكون الغرزة بتاعتنا. وبتشتغل الغرزة بتاعتك ازاي؟ هترتفع ب2 سلسلة وباخد لفة على الابرة، بسيب غرزة بدخل في التانية بعمل فوقيها غرزة عمود بلفة، وكمان هنعمل 2 غرزة عمود بلفة، يعني هنعمل غرزة الصدفة بعد كده غرزة سلسلة في نفس الغرزة، غرزتين عمود بلفة كمان، 1 2 بالشكل ده. والغرزة بنسيب غرزة بدخل في الغرزة اللي بعدها بعمل غرزة عمود بلفة، تمام، زي ما انت شايفة كده بالشكل ده، بسيب غرزة بدخل في الغرزة اللي بعدها بعمل 2 غرزة عمود بلفة، 1 2، تمام، بعد كده غرزة سلسلة في نفس الغرزة، 2 غرزة عمود بلفة كمان، ادي 1 2 بالشكل ده، بسيب غرزة بدخل في الغرزة اللي بعدها غرزة عمود بلفة، تمام، وبسيب غرزة بدخل في اللي بعدها بعمل غرزة صدفة اللي هي عبارة عن 2 غرزة عمود بلفة، بعد كده غرزة سلسلة في نفس الغرزة، 2 غرزة عمود بلفة كمان، 1 2، تمام، بعد كده بسيب غرزة بدخل في اللي بعدها عمود بلفة. بعد ما عملت غرزة العمود بلفة بسيب غرزة بدخل في اللي بعدها بعمل 2 غرزة عمود بلفة سلسلة، 2 غرزة عمود بلفة كمان، تمام، بسيب غرزة بدخل في اللي بعدها بعمل غرزة عمود بلفة، بسيب غرزة بدخل في اللي بعدها بعمل غرزة الصدفة اللي هي 2 غرزة عمود بلفة سلسلة في نفس الغرزة، 2 غرزة عمود بلفة، 1 2، فانا بكرر الخطوة دي لحد ما بوصل لنهاية السطر. فانا هكمل لنهاية السطر بعد كل غرزة صدفة، بسيب غرزة بدخل في الغرزة اللي بعدها بعمل عمود بلفة، تمام، وبسيب غرزة بدخل في اللي بعدها بعمل غرزة صدفة اللي هي 2 غرزة عمود بلفة سلسلة، 2 غرزة عمود بلفة، 1 2، بكرر الخطوات دي لحد ما بوصل لنهاية السطر. وصلت لنهاية السطر وكانت اخر غرزة معايا غرزة صدفة، وفي هنا 2 سلسلة ارتفاع، ل2 سلسلة ارتفاع بما يعادل غرزة العمود بلفة، كده احنا ماشيين مظبوط. بدخل بقى في السلسلة رقم 2 وبقفل بمنزلقة عشان اقفل السطر بتاعي، تمام، حابة اوضح لكم كده شكل السطر او شكل الغرزة بتاعتنا بقت ازاي. طيب هوضح لك هنشتغل ازاي بعد كده. احنا العمود بلفة لما بين غرزة الصدفة هنعمله بريد امامي، فبدخل في الغرزة كده
بعمل بريد امامي، باخد لفة على الابرة وهاجي اول غرزة مش هنرتفع، لا هنعمل بريد امامي، بطلع من حلقتين بحلقتين بالشكل ده. تمام، بدخل في غرزة الصدفة، بعمل فيها غرزة صدفة اللي هي 2 غرزة عمود بلفة سلسلة، 2 غرزة عمود بلفة. تمام بالشكل ده. بعد كده هنشتغل ازاي. عندي هنا بعد غرزة الصدفة في غرزة عمود بلفة بنعمله بريد امامي بالشكل ده، بعد كده غرزة صدفة فوق الصدفة اللي هي 2 عمود بلفة سلسلة، 2 عمود بلفة. تمام، وهنا في بريد امامي في غرزة عمود بلفة بنعمله بريد امامي. بنستمر كده بنفس الطريقة لنهاية السطر، بستمر كده لنهاية السطر. فوق كل غرزة صدفة هعمل غرزة صدفة، وفوق كل غرزة عمود بلفة بعمل بريد امامي بالشكل ده. طيب انا كده وصلت لنهاية السطر، كانت نهاية السطر عندي اللي هو البريد الامامي اللي بدأنا بيه السطر، بقفل بغرزة منزلقة بالشكل ده، وببدأ بنفس الطريقة فوق كل غرزة بريد امامي هعمل بريد امامي بالشكل ده. تمام، وعندي غرزة صدفة هعمل فوقيها غرزة صدفة اللي هو 2 غرزة عمود بلفة سلسلة، في نفس الغرزة 2 غرزة عمود بلفة كمان، 1 2. تمام، وهنا في بريد امامي بدخل فيها بعمل بريد امامي، في غرزة صدفة هعمل غرزة صدفة. فبستمر كده بنفس الطريقة لحد ما بوصل لنهاية السطر. انا هكمل لنهاية السطر وبترتفعي بالاسطر كده بنفس الطريقة، مش محتاجة ان انا اوضح لك اكتر من كده. هدي كده بترتفعي بالاسطر بنفس الطريقة، فوق كل غرزة صدفة غرزة صدفة، فوق كل غرزة بريد امامي بريد امامي، لحد ما بتوصلي لطول الفستان اللي انت محتاجاه. بس قبل ما بتوصلي لطول الفستان اللي انت محتاجاه بحوالي يعني بما يعادل سطرين او 3 اسطر، هنرجع وهنغير اللون، هنعمله باللون الرمادي، عشان كده يعني على الاطراف بيبقى لون رمادي. فتمام، هشتغل لحد ما بتوصلي، قبل ما بتوصلي للطول اللي انت محتاجاه بسطرين او 3 اسطر. تمام، وهنرجع نغير اللون مع بعض ونقفل الفستان مع بعض. هو طريقته سهله وبسيطه جدا، بتعملي الكوله المربعه بعد كده بيبقى سهل جدا معاكي، وطريقته سهله معاكي بالنسبه لك. طيب انا هنا ارتفعت بالاسطر لحد ما وصلت للطول اللي لسه يعني هنرتفع باطول من كده، بس يعني مبدئيا كده ارتفعت بالاسطر، حبيت اوضح لكم الشكل زي ما انت شايفه. الخطوه اللي بعد كده هنبدا نعمل ايه، قبل ما نغير اللون هنعمل خطوه كده، هرتفع بسلسله بعد طبعا ما بنقفل السطر بتاعنا، برتفع بغرزه سلسله، باجي في الفراغ اللي هو ما بين الاثنين عمود والاثنين عمود اللي بعده بنعمل غرزه سلسله، هدخل في الفراغ هعمل فيه 5 غرزه عمود بلفه، 1 2 3 4 ادي كده 5، وبدخل عند الغرزه هنا بعمل غرزه 10، الغرزة اللي بعدها 5 غرزة عمود بلفة، عندي كده 4 5، الغرزة اللي بعدها هعمل غرزة حشو بالشكل ده، 5 غرزة عمود بلفة. الغرزة اللي بعدها غرزة حشو بنفس الطريقة كده لحد ما بوصل لنهاية السطر. الغرزة اللي بعدها اللي هو عند غرزة العمود بلفة بنعمل غرزة حشو. تمام، لكن في الفراغ هنا بنشتغل 5 غرزة عمود بلفة، بنعمل زي بنكون فستونة كده، 2 ادي كده 3 4 5. تمام، وبنجي هنا بنعمل غرزة حشو، بكمل كده بنفس الطريقة لحد ما بوصل لنهاية السطر. انا هنا وصلت لنهاية السطر، الخطوة اللي بعد كده عملت غرزة قفلت بمنزلقة
عملت غرزة سلسلة وهنقص الخيط بتاعنا. هنبدأ باللون الجديد بعد كده. تمام. طيب هنشتغل باللون الجديد ازاي؟ بس انا حابة اوضح لكم الشكل بتاعنا كده في الاطراف بقى ازاي. تمام. طيب هنشتغل باللون الرمادي ازاي بقى؟ وهنشتغل هنبتدي من فين؟ مش هنبدأ من الطرف ده، لا هنبدأ من الجزء ده، من داخل، كأننا بنبدأ في الصف اللي قبل ده، يعني مش الصف ده، كأننا بنبدأ في الصف ده. هوضح لك ازاي كده، بحيث ان الفستونات دي تبقى على الاطراف بارزة. بجيب طرف الخيط اللون الجديد اللي هشتغل بيه، وبرتفع باتنين سلسلة. الاول بنثبت الخيط بتاعنا، تمام، وبعد كده هرتفع باتنين سلسلة. بعد ما برتفع باتنين سلسلة عندي هنا في اعمدة بلفة، بدخل هنا بعمل غرزة عمود بلفة. يعني احنا بنتني الفستونات دول كده، بنتنيها كأنها مش موجودة. تمام. هعمل فيها اتنين عمود بلفة. تمام. بعد كده هعمل غرزة سلسلة. تمام. باجي هنا هنتفادى الفراغ ده، هندخل في العمود بلفة اللي هنا ده. تمام. بس بندخل فيه من الداخل كده اهو بالشكل ده، وبعمل فيه اتنين عمود بلفة، واحد اتنين بالشكل ده. بعد كده هعمل غرزة سلسلة، عندي هنا العمود ده هدخل فيه هعمل اتنين عمود بلفة، بعد كده غرزة سلسلة. العمود اللي بعده على طول بعد الفراغ على طول بندخل فيه وبنعمل اتنين عمود بلفة، واحد اتنين، بعد كده سلسلة. تمام. هنتفادى العمود ده، هندخل في العمود ده هنعمل فيه اتنين عمود بلفة سلسلة. هنتفادى العمود ده، مش هنعمل فيه حاجة، هندخل في العمود ده. تمام. هنعمل فيه اتنين عمود بلفة، ادي واحد اتنين، بعد كده غرزة سلسلة. بنفس الطريقة لحد ما بوصل لنهاية السطر، هكمل كده بنفس الطريقة لنهاية السطر وهرجع اوضح لك هشتغل ازاي. انا كده وصلت لنهاية السطر، وكانت عندي غرزتين عمود بلفة سلسلة. هدخل بعد كده في السلسلة رقم اتنين من سلاسل الارتفاع وهقفل بمنزلقة. الخطوة اللي بعد كده بقى هشتغل ازاي؟ عندي هنا في فراغ، هرتفع الاول بتلاتة غرزة عمود بلفة. تمام. في الفراغ ده هدخل فيه، هنتجاهل الاتنين عمود بلفة دول، مش هنشتغل فيهم. تمام. تمام. طيب هنشتغل فين بقى؟ هنشتغل في الفراغ ده، هعمل فيه اتنين عمود بلفة، بعد كده سلسلة. الفراغ اللي بعده على طول بدخل فيه بعمل اتنين عمود بلفة، شبيهة بغرزة الجيران بالظبط، اللي هو اتنين عمود بلفة سلسلة. تمام. بنتجاهل الاتنين عمود بلفة، بندخل في الفراغ بنعمل فيه اتنين عمود بلفة سلسلة. الفراغ اللي بعده اتنين عمود بلفة سلسلة. الفراغ اللي بعده برضو، وهكذا لحد ما بوصل لنهاية السطر. بكمل بنفس الطريقة لحد ما بوصل لنهاية السطر، وبرتفع كمان سطر بحيث عدد الأسطر من الغرزة ديت أو غرزة الجراني بمعنى أصح تبقى عندي تلات أسطر. هكمل وهنرجع مع بعض أوضح لك آخر سطر هنشتغل فيه إزاي. حابة إن انت تخليها أربع أسطر بحيث إن هي تبقى باينة أكتر مع الفستونة، يعني لو الفستونة مش هتبين الأسطر بتاعتك لو بتشتغلي بخيط رفيع، يعني ممكن تخليها خمس أسطر أو ست أسطر بحيث إن هي ما تبقاش مختفية، يعني الأسطر بتاعتك ما تبقاش مختفية في الفستونة. فأنا بالنسبة لي هشتغل تلات أسطر، وهنرجع أوضح لك السطر اللي بعد كده وآخر سطر في الجزء الأسفل من الفستان هنعمل فيه إيه.
ارتفعت كده بالثلاث اسطر زي ما وضحت لك. الخطوه اللي بعد كده هنبدا نشتغل ازاي، اوضح لك كده. باخد لفه على الابره بالشكل ده، تمام. بدخل في الفراغ بعمل فيه 5 اعمده بلفه، 1 2 3 4 بالشكل ده. زي ما عملت فستونات هنا هعمل فستونات في الاطراف علشان انهي الفستان بتاعنا. والفراغ اللي بعده بعمل فيه غرزة حشو بالشكل ده زي ما انت شايفة. بدخل في الفراغ بعمل فيه 5 اعمدة بلفة، 1 2 3 4 يعني كده 5. الفراغ اللي بعده هعمل فيه غرزة حشو، الفراغ ده 5 اعمدة بلفة، 2 3 4 5. والفراغ اللي بعده غرزة حشو. بكمل كده بنفس الطريقة لحد ما بوصل لنهاية السطر. هكمل لنهاية السطر وهرجع اوضح. انا وصلت كده لنهاية السطر كده زي ما انت شايفة. الشكل الاطراف بقى معايا بالشكل ده. طيب هنبدأ دلوقتي نعمل ايه؟ الاول هنركب الازرار بتاعتنا، طبعا اي خيوط زايدة اما بابرة التنظيف او بابرة الكروشيه بتنضفيها كده تخفيها. الازرار بتاعتنا بنركبها ازاي بقى؟ بنجي هنا على الطرف، تمام، بالإبرة العادية والخيط العادي. هنبدأ ان احنا نثبتها عادي جدا بالشكل ده زي ما انت شايفة، كأنك بتثبتي اي زرار، بتخيط الزرار عادي، طريقة تخيط الزرار العادية، تمام، بالشكل ده كده زي ما انت شايفة. طبعا انت متاح لك ان انت تحطي يعني كذا زرار زي ما انت حابة، يعني عدد الازرار تبقى كام زرار كده، وبترجعي من الظهر كده بتثبتيها اكتر بالشكل ده بحيث ان هي متفكش معاكي. تمام، والزرار التاني هسبكه بنفس الطريقة هنا كده الجزء ده. كده وضحت لك الازرار ازاي بنركبها، بنثبتيها بعد كده عادي كده ما بين الغرز. بتبدأي ان انت بتشبكي الزرار بتاعك في الفستان. زي ما انت شايفة كده اهو، ده ظهر الفستان طبعا، ووش الفستان اهو معنا بالشكل ده، وادي الاطراف من تحت. طيب هنا بتاجي تعملي ايه؟ بتعملي الفيونكة دي. الفيونكة دي هي طريقتها سهلة وبسيطة جدا، عبارة عن ان احنا بنشتغل غرزة الجراني. انا شرحت لكم طريقة عمل غرزة الجراني، هسيب لكم لينكها في الوصف اسفل الفيديو. وبعد طبعا بتشتغلي غرزة الجراني بالطول اللي انت محتاجاه وعرض الفيونكة اللي انت محتاجاها، تمام. وبعد كده على الاطراف بتثبتي، بنعمل غرزة الحشو، وبناجي كده في المنتصف بنشبكها بخيط، بنلف الخيط عادي، تمام. و بتشبكي الفيونكة زي ما انت حابة، حابة ان انت تخليها في النص كده شكلها ظريف، وبرضو لو خليناها في الجنب شكلها ظريف. وممكن هنا تعملي ستانة زي ما انت حابة برضو، على حسب ذوقك انت. والشكل النهائي للفستان بتاعنا بيبقى بالشكل ده. ادي الاطراف بتاعت الفستان، وادي الجزء ده. شكل النهائي للفستان بتاعنا بيبقى بالشكل ده. وبكده بانتهيت من طريقة عمل الفستان. ودلوقتي وصلنا مع بعض نهاية الفيديو. أتمنى تكون استفدتوا وقدرت أشرح لكم طريقة عمل فستان للبيبي بطريقة سهلة وبسيطة. لو عندك أي ملحوظة أو استفسار تقدر تسيبي كومنت أسفل الفيديو أو على صفحتنا على الفيسبوك، هتلاقي اللينك موجود في الوصف أسفل الفيديو. ما تنسوش تشتركوا معايا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتشجعوني بلايك وشير لو عجبك الفيديو عشان أقدر أوصل لعدد ناس أكبر. وتقدروا تتابعونا على الويب سايت بتاعنا أو على صفحتنا على الفيسبوك وتويتر وإنستجرام، هتلاقي لينكات موجودة في الوصف أسفل الفيديو. أشوفكم على خير الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا إله إلا الله.